عندنا دكتور مدحت البلتاجي هو احد رموزنا في كرة اليد، احد الرموز المحترمين في كرة اليد كنجم كلاعب وكراجل فني وككل اللي قدموا كرة اليد. دلوقتي هو في المجال الاداري، ودكتور مدحت البلتاجي نزل او على انتخابات كنائب الاتحاد الافريقي، واللي اتعملت من ايام على هامش اعمال جمال اموميه، واللي اتعملت بالفيديو كونفرنس. وبالمناسبه رئيس الاتحاد الافريقي هو منصور اريمو، هو البنيني الجنسيه، هو رئيس الاتحاد الافريقي. طيب دكتور مدحت البلتاجي نزل الانتخابات، والحمد لله ده طبعا صوت الدكتور مدحت البلتاجي احد رموزنا في كره اليد، ومش كده بس، ده كان المستشار لبطوله العالم اللي فاتت عملت في مصر، وكمان كان رئيس مجلس القومي للرياضه ومدير تنفيذي سابق، يعني رجل من الطراز الاول والاداري الطراز الاول، بنبارك له. وكان لمزيد من التفاصيل عن الانتخابات ونبارك له كمان معانا الدكتور مدحت البلتاجي عبر الهاتف. اهلا بيك يا دكتور. أنا كابتن، أنا كابتن هيثم، إزيك حبيبي؟ ألف مليون مبروك، خبر أسعدنا كتير وجود الكوادر المصرية المحترمة المشرفة زي حضرتك في المنظمات لله. القارية والدولية حاجة بتسعدنا جدا، وعلى رأسهم طبعا الدكتور حسن مصطفى، بنبارك لك يا دكتور ودينا كواليس الانتخابات. ربنا يخليك يا كابتن، وطبعا ده يعني في الأول وفي الآخر ده دعم للرياضة المصرية، ويمكن شفت الفترة اللي فاتت النجاحات اللي حققها المصريين في الألعاب المختلفة سواء على المستوى الأفريقي القاري أو المستوى الدولي. الحمد لله يعني مصر يعني متواجدة بشكل مكثف في المحافل الدولية الرياضية كلها يعني. طيب كلمنا يا دكتور عن دعم الدولة المصرية لحضرتك، يعني اكيد احنا شفنا في كل الانتخابات. طبعا لا يعني انا مش عايز اقول لك، يعني انت قلت المجلس القومي للرياضة، احنا كنا بندعم وكنا بنبعت جوابات لوزارة الخارجية عشان تبعت للدول المختلفة اعضاء الجامعات العمومية في الاتحادات المختلفة. يعني الحقيقة ده والدكتور اشرف صبحي يعني من اولوياته هذا الموضوع، التواجد المصري في الاتحادات الأفريقية أولا والاتحادات الدولية، ده من أولوياته، وده في لقاءاتنا المختلفة المتعددة يعني بيأكد عليها دايما. ويمكن يعني في شبه اجتماعات دورية بالنسبة مع الدكتور أشرف مع الأوكسا اللي هي اتحاد الكونفدراليات الأفريقية برئاسة اللي هو أحمد ناصر، اللي هي تضم المصريين المتواجدين في الاتحادات الأفريقية رؤساء ونواب وسكرتيرين عموم الاتحادات الأفريقية، وده بيتعمل كل فترة يعني من حرص برضو الدكتور أشرف على إن هو يعني يبقى متابع الموقف وبيدعم، لأن حضرتك عارف إن في مقرات كتيرة للاتحادات الأفريقية عديدة في القاهرة. صحيح. وده طبعا من ضمن يعني الثقل بتاع مصر ان هي تضيف المقرات العديده للاتحادات الافريقيه في القاهره. طب قول لي يا دكتور، يعني احنا برضو حضرتك معانا وفي بطوله افريقيا قادمه ان شاء الله لمؤهله لبطوله العالم لكره اليد، هتبقى ان شاء الله في شهر يناير القادم. هل المغرب هل الدنيا ماشيه كويس؟ الامور يعني طبعا عارف حضرتك في ظل جائحه كورونا والامور طبعا يعني زي ما حضرتك شايف، يعني طبعا ربنا يا رب يرحمنا من هذا الوباء. الدنيا ماشيه كويس والبطوله في ميعادها ان شاء الله، ولا ممكن يكون في اي تغيير؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله، ده هي اصلها الميعاد، يعني هو ده الميعاد اللي لازم تتلم فيه ان شاء الله، يعني لان ده التوقف الدولي في بطوله اوروبا وبطوله اسيا برضه المؤهله لبطولات العالم، فده زي ما بيقول الاسبوع الدولي او الفتره الدوليه اللي هي لازم تعمل فيها البطولات القاريه للتاهيل لبطولات العالم. فان شاء الله هي من 13 ل 23 يناير ان شاء الله في المغرب، والامور ماشيه الحمد لله، وان شاء الله يعني القرعه برضه هتتعمل في اخر الشهر او لما في بعض الاتحادات الوطنيه الدول يعني ما اكدتش لسه او بعتت ولسه التاكيد النهائي عشان يتضمنها القرعه ان شاء الله. هايل. طب دكتور برضو ما ينفعش حضرتك تبقى معايا وما اسالكش، يعني طبعا بطوله افريقيا لابطال الدوري اتلغت طبعا بسبب جائحه كورونا وعدم تقدم اي دوله لاستضافتها، وده كان موضوع طبعا يعني دخلكم يمكن شويه في الاتحاد الافريقي في حسبه شويه، لان طبعا انت عارف حضرتك بطوله السوبر القادمه العام القادم بتبقى بين طرفي ابطال الكؤوس وابطال الدوري، في الحاله دي ما فيش بطوله ابطال الدوري. هل الاتحاد الافريقي حسم موقفه ولا لسه مقطوع تحت الدراسه؟ لا لسه مقطوع تحت الدراسه، واحنا كنا عملنا من 3 سنين كده ان هو ان السوبر ما يبقاش مباراه واحده، يعني ما تبقاش مباراه واحده على هامش بطوله ابطال الكؤوس
الانديه يعني بتبقى بطوله قايمه في ذاتها، لان احنا انت عارف بنلعب رجال وسيدات. صحيح. فكنا عاملين فورميلا كده، بس طبعا جت الموضوع بتاع الكورونا اجل شويه، فيمكن دي فرصه ان شاء الله، ودي هنتحسن ان شاء الله في المغرب في المكتب التنفيذي، بحيث ان احنا نقرر على الاقل الشكل القادم لبطوله السوبر هتبقى عامل. طب يعني دكتور، هل يعني حضرتك الدعم او التواصل والتنسيق ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لنشر اللعبه، يعني يمكن ما شاء الله حضرتك احتفظت بمنصبك للسنه الثانيه على فكره، او الدوره الثانيه، ودي حاجه طبعا يعني ما جاتش من فراغ، اكيد جت من مجهود وشغل. انتشار اللعبه افريقيا، يعني حضراتكم دلوقتي بقى في تشجيع، شفنا خمس فرق او اربع فرق بتشارك تقريبا، على ما اتذكر خمس فرق، سبع فرق شاركت في بطوله، سبع منتخبات شاركت في بطوله العالم، يعني اكيد ده بيقول ان ده انتشار للعبه في افريقيا. هل ممكن نشوف قدام يعني منافسه اكتر افريقيا ولا لا يا دكتور؟ طبعا طبعا، يعني هو جزئين، يعني هو طبعا النتائج اللي بيحققها الفرق الافريقيه في بطولات العالم بتعمل اضافه لاماكن في بطولات العالم، زي ما حصل في مصر هنا، كانت كل قاره المفروض خمس دول، لكن لان مصر كان ليها ترتيب الثامن في بطوله العالم السابقه، وان مصر المنظمه، فبقى سبع دول من افريقيا، ودي لم تحدث من قبل في يعني لا اسيا ولا امريكا الجنوب ولا حد، يعني يمكن اوروبا طبعا لان بحكم يعني اعتقالها، لكن سبع فرق من افريقيا لعبوا بطوله العالم اللي كانت في مصر هنا، ودي كانت حاجه مشرفه جدا لافريقيا. التواصل طبعا مع الاتحاد الدولي، فانا قصدي ان نتائج الفرق على المستوى الدولي، نتائج الفرق الافريقيه على المستوى الدولي بيجيب اماكن لزياده للقاره، فده يعني ده جزئيه. الجزء الاخر اللي هو دعم الاتحاد الدولي لافريقيا بالذات، طبعا الدكتور حسن مصطفى على راس الاتحاد الدولي، ويعني يعني على طول انا افريقي وانا بدعم افريقيا قدام اي حد، يعني على صحيح طول. صحيح، يعني على طول، لان هو طبعا وفيه هو مشروع اسمه الاي تي اف تروفي اللي هو كاس الاتحاد الدولي للدول الغير يعني اللي هي ما بتشاركش في البطولات او الناميه زي ما بيقولوا يعني في مستوى كره اليد، ودي الاتحاد الدولي بتعمل في مناطق، في السبع مناطق في القاره، في قاره افريقيا وفي القارات كلها طبعا، وبيبقى الاتحاد الدولي بيصرف عليها تذاكر طيران الفرق واقامه الفرق ودعم الاتحاد اللي بينظم، ودي عملت يعني نهضه كبيره جدا جدا على مستوى القاره، وشفنا دول ما كانتش بتشارك، يعني زامبيا مثلا وكينيا والفرق دي ما كانتش تشارك في بطولات الامم لانها بتكسب بطولات الكاس الاتحاد الدولي ده على مستوى المناطق، وبعد كده كل بطل كل منطقه يلعبوا السبعه يحددوا بطل القاره ويشارك في كاس الاتحاد الدولي للقارات، اللي هو على مستوى القارات ابطال القارات بيلعبوا بطوله، الكسبان بيتاهل لبطولات العالم للناشئين. فده طبعا بيخلي الفرق تهتم او الاتحادات الوطنيه تهتم بالمشاركه في هذه البطولات اللي هي على مستوى المناطق، عشان تصعد لمستوى القاره ثم تصعد للمستوى الدولي، المستوى الدولي، ويبقى ليها حظ انها تشارك في بطولات العالم للناشئين. فطبعا في تواصل مستمر مع الاتحاد الدولي، اي بطوله احنا بنعملها بيتعمل فيها كورس او يعني دوره تدريبيه للحكام، للمدربين، للمديرين الاتحادات، مديرين التنفيذيين للاتحادات، بحيث ويجي محاضرين من الاتحاد الدولي ومحاضرين من عندنا من القاره، يعني الحقيقه في تواصل كبير جدا، وزي ما بقول لك الدكتور حسن يعني مركز جدا، لان هو بيقول انه افريقيا 53 دوله اكثر من اوروبا، يعني عدد الدول اعضاء الجمعيه صحيح في افريقيا اكثر من اوروبا، فطبعا ده دافع ان هو يدعم بشكل كبير جدا النشاط او كره اليد على مستوى قاره افريقيا. صحيح يا دكتور. طبعا دكتور مدحت البلتاج النائب الاول للاتحاد الافريقي، بشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت، ويمكن وضح لنا امور كثيره زي ما حضراتكم شايفين، تحس ان كره اليد واداريين ونجوم كره اليد دي بيتكلموا لغه ثانيه، بيتكلموا لغه كلها تخطيط. يمكن الدكتور حسن مصطفى طبق في بدايه حياته نموذج مشرف او نموذج كبير في مصر، مصغر في مصر، وبعد كده طلع الاتحاد الدولي طبق نموذج اكبر. فالحقيقه الدكتور حسن مصطفى انا شايفه في المجال الاداري يضاهي
محمد صلاح في مجال الرياضه او اللعب، لان مش بس انت في الناحيتين، لا ده حاجه يعني الدكتور حسن مصطفى قيمه كبيره وشرف مصر، واتمنى نشوف 10 و15 زي الدكتور حسن مصطفى. وخدنا يعني الحقيقه انفراد من الدكتور مدحت البلتاجي الحقيقه انه بطوله السوبر اللي جايه بيفكروا ان هي ما تبقاش ماتش، لان هم عندهم ازمه زي ما قلت لحضراتكم، بطوله افريقيا للابطال اتلغت. فطب الحل هنعمل ايه؟ هنجيب مين طرف تاني؟ شايفين ان كل المعايير هيكون فيها مشكله، انه يختار مين هيبقى فيها مشكله، طب اخترت ده عشان كذا، طب ما انا ممكن اختار ده عشان كذا. فلقوا ان ممكن يطبقوا الفكره اللي طبقوها من كذا سنه، ان تبقى بطوله السوبر عباره عن بطوله ياخدوا احسن 4 5 فرق في افريقيا ويلعبوا، يلا يا باشا خد فرصتك والعب واحرز البطوله. وانا شايف ان ده فير انف، يعني شايف ده عدل بشكل كبير، لان ممكن مثلا الزمالك يقول لك انا عايز اشارك، ممكن الترجي يقول لك لا انا حق اشارك، انا كنت لعبت بطوله افريقيا بتاع الدوري كنت ممكن اكسبها، ممكن وداد المغربي يقول لك انا عايز وداد سماره يقول لك انا عايز العب، وداد سماره يقول لك انا عايز العب. يعني مش هتقدر تبقى فير بشكل كبير. كده كده الاهلي مشارك كحامل لقب ابطال الكؤوس، فخلاص انت مشارك، انت عايز ايه؟ الانديه الثانيه ممكن تقول لك لا انا، فهو هتبقى عنده ازمه شويه. فهم بيفكروا، شفت التفكير عامل ازاي؟ قال لك يا باشا طبعا هطلع من القصه دي وهعمل بطوله مصغره، مش هتبقى على هامش ولكن القرار النهائي في يناير على هامش طبعا البطوله الافريقيه. احنا بنقول بس في فكر رايح لهذا الاتجاه وهيتم عرضه. وارد جدا ان يرجع يقول لك لا هنختار فرقه وشايفين المعايير واضحه، هنختار الفريق الفلاني زي ما حصل، الترجي اعتذر داخل النادي الاهلي. يعني قصدي اقول لك في معايير ثابته بيقدر يحدد بيها، هيحدد بيها. يعني قصدي اقول لكم ان لسه الموضوع، ولكن احد الحلول المطروحه هي ان السوبر يبقى فريق او يبقى بطوله، مش فريق واحد يبقى او فريقين بيلعبوه، يبقى مجموعه وتبقى بطوله مصغره تتلعب 3 4 ايام، واللي يكسب يبقى هو بطل السوبر ويشارك طبعا في بطوله العالم.